هو حول تطوير الرياضة المدرسية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق تجمع الدستوري. تفضلي السيدة النائبة لوضع السؤال. شكرا السيد الرئيس. أولا نهنئكم السيد الوزير بالثقة المولوية التي حظيتم بها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. السيد الوزير، إن قانون التربية البدنية والرياضة 30/09 في المادة 2 نص على إجبارية تلقين التربية البدنية في المؤسسات التعليمية، كما أن المرسوم التنظيمي في سنة 2011 حث على إحداث لجنة مختلطة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المتخذة من أجل تفعيل المادة 31 من دستور المملكة بجعل التربية البدنية حقا للمواطنين، ولماذا بعد مضي أكثر من 7 سنوات من صدور القانون لم ترى اللجنة المختلطة النور بعد؟ شكرا. كلمة للسيد الوزير الجواب، تفضلوا. شكرا السيدة النائبة المحترمة. فيبدو لي أن هذا السؤال عنده علاقة بالسؤال الأول. لا بد من تدخل التربية في مجال الرياضة، وربما أن هذا القطاع المندمج سيربط الثقافة والرياضة، لأن الرياضة يجب أن تكون آلية من آليات التربية وليس العكس. جوابكم جواب على هذا السؤال أنه هذه اللجنة المختلطة من طبعا من وزارتي التربية الوطنية والشباب ما تماتش في 7 سنوات. هذا موضوع ما عرفتش الأسباب، وأتأسف لكون 7 سنوات ما تكونتش هذه اللجنة، وأنا شخصيا سأسهر على إحداثها فورا لأنها ترتبط بالسؤال السابق وهو الشغب، ويجب أن تكون الرياضة في المدارس لينتهي الشغب في الملاعب. أما بخصوص الإجراءات المتخذة طبعا وتفعيل الدستور، فإن هناك بعض الإجراءات تمت وهو تفعيل اتفاقية الشراكة مع القطاعات الحكومية ذات الاهتمام المشترك، تطوير الرياضة بالعالم القروي والإحياء الهامشية، تطوير الرياضة كذلك النسوية، بالإضافة للاهتمام برياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا هذه الإجراءات موجودة ولكن غير كافية، والوزارة عازمة على تطوير هذا القطاع بمعية تثقيفه، ونتمنى أن نوفق في ذلك. أضيف بأن الحكومة عازمة على حل هذه المشاكل لأن فيها سمعة المغرب، وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيبكم سيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم. الكل يؤمن أن الرياضة المدرسية تعتبر مشتلا حقيقيا لاكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة جدا، فأنتم تعلمون أن القيمة التربوية للرياضة المدرسية تتجلى في نشر الأخلاق والتسامح إلى جانب صقل المواهب وتكوين أبطال الغد. لهذا لابد لنا السيد الوزير من إعطاء عناية خاصة للرياضة المدرسية عبر تفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول الرياضة المنعقدة سنة 2008 تماشيا مع الرسالة الملكية، كما أنه قد بات من الضروري عقد شراكات بين مختلف الفاعلين والتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية. كما أننا في فريق التجمع الدستوري نراهن على الارتقاء بالرياضة المدرسية والتربية البدنية والمساهمة في تطوير الرياضة من خلال مساهمة الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية والمؤسسات التعليمية في مختلف مستويات وأسلاك التعليم المدرسي، مع تمكينها من الاعتمادات المالية الضرورية لأداء مهمتها، وشكرا. شكرا السيدة النائبة. هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير، الرد في حدود ما تبقى من الوقت، تفضلوا. كلمة واحدة، سنتفق مع وزارة التربية الوطنية لجعل واحد الاتفاق رسمي ونشتغل عليه في المدارس مع الوزارة. شكرا. شكرا سيد الوزير.